كذلك نناد عدة المتوفى عنها زوجها ذي الآية 240 من سورة البقرة عام حول يعني أسقس ميموث ورقاس ثم طوثيس العدينس أسقس عام كامل من بعد ربي سبحانه يستخفف إذا كان أربع شهور وعشر أيام ثم طوث ميموث ورقاسيس عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سورة البقرة الآية 234 234 ربنا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة زين ودي قرأ الثورة ثم تصميك مثل مغارس أتقيم سقواس العدة خاطئ أحكام العدة ينس أربعة أشهر وعشرة أيام يسد الحكم وربي يسأل الحكمة ينس في كذا قيد الحكمة من ربي سبحانه ونزما دينا غير ماشي ثلاث شهور غير ماشي سبعة غير أكن دينا ربي أكني طبعا العلم الحديث درس هذه المسائل لانت الدراسات دي روشيرش في الموضوع وفاند حكمة الله سبحانه وتعالى اجتهدوا في إدراك الحكمة والسر ولكن نكون نعبد الله دون أن نعلم الأسرار ماشي الشرط خاطر لو كان الشمل ذي التعليل التعليل الأحكام مشكلة أي غير العشاء أربع ركعات أي غير ماشي ستة أي غير ماشي 12 أي غير ماشي سناث لأنه لو كان سوال الغوشن الغوري يلها سبحان الزلطاس ميدن كيركان صبح لهان سبع ركعات 12 ركعات ذيك ستصل لي في العبادة ذيك رياضة مالكين العيشة ثم دي ثان عيو سنث كان لهانت نغلا نغ رمضان ذغ رمضان لقات مفيكسي كان دي ديسمبر نا جونفي المد في فري لها ودي الصحارة ربي سبحانه ينات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ورمضان يتبدل الصلوات ركعات معلومات والصيام أيام معدودات والحج أشهر معلومات لو كان ماشي أشهر معلومات يولمي يقولوا هاد يحوج هاد يحوج لكن دغات تحبس لونكومبرمون ضغط الاكتظاظ ولكن خاطئ أي غير ديني غا هو لاقي وقيد الأحكام من ربي سبحانه عز وجل